خالد بقالي النهارده السنه دي 50 سنه في الخدمه في المهنه، شارع حلويات شرقيه. اليدوي تختلف عن الالي. دي لها زبون ودي لها زبونها. المكونات اللي هي المؤاخذه ديت برضه لها مكونات ودي مكونات، برضه تحط نسبه الحليب والثانيه نسبه الحليب. بس ديت لمؤاخذه في بقى ناس تحب اليدوي وفي ناس تحب الالي. يعني المكونات الكنافه بتتكون من ايه او في ايه؟ لمؤاخذه الدقيق، الحليب، المي بس. والقطايف لمؤاخذه مثل الدقيق، الميه، الحليب، الخمير. دي تختلف عن دي، دي خمير، دي مش خمير، دي لو تحط خمير التانية ما بتنفعش. الكنافه الالي قللت الزبون على الكنافه اليدوي ولا؟ طبعا. طب ايه الفرق بيكون بقى في، هل في فرق ما بين الطعم ما بين الكنافه اليدوي؟ في ناس تغوى اليدوي مزاجها من زمان، دي ديت لمؤاخذه من زمن. من زمن اول ما قالوا كنافه يعني.